بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنعمل مع بعض مراجعة شهر نوفمبر سنة تانية اعدادي علوم ترم اول. ويلا بينا كده يا سنة تانية، زي ما احنا متعودين ان شاء الله مراجعتنا ما بيخرجش منها الامتحان، فركز معانا كده وركزي معانا كده واحدة واحدة، وبفضل الله بإذن الله وحده هتقفل في الامتحان ان شاء الله. يلا بينا كده. اكمل العبارات الاتية. رقم واحد، تسمى عناصر المجموعة 1A باسم نقط. المجموعة 1A دي اللي هي المجموعة الاولى بتسمى باسم ايه يا مستر؟ باسم مجموعة فلزات الاقلاء. بينما عناصر المجموعة 7A تسمى المجموعة 7A دي التركيب التقليدي، التركيب الحديث بتاعها 17، وتسمى بمجموعة ايه؟ هنقول له الهالوجينات. عندي بعد كده رقم 2، عند تفاعل البوتاسيوم مع الماء يتصاعد غاز. انت عندك البوتاسيوم مع المية بيتصاعد غاز الهيدروجين، وعندك اللي هي المعادلة بقى اللي هي 2K زائد 2H2O، سهم يديك 2KOH زائد H2 تصاعد، يبقى هنا تصاعد غاز الهيدروجين. طيب عندي بعد كده رقم 3، نقط عنصر هالوجيني صلب. انت عندك الهالوجينات الصلبة عندك اليود، اليود اللي هو رمزه I، بينما نقط عنصر هالوجيني سائل عندك البروم. البروم ده كان هو السائل الوحيد اللي بيتكون من ذرتين، يبقى هنا عنصر هالوجيني سائل هنقول له البروم. طيب رقم 4، الهالوجينات عناصر لا فلزية، نقط التكافؤ. الهالوجينات عناصر لا فلزية هنقول له أحادية التكافؤ، لأن المستوى الأخير بتاعها يا مستر كلها فيه 7، فهي بتكتسب إلكترون فتبقى أحادية التكافؤ. عندي بعد كده رقم ب، يجي يقول لك علل لما يأتي. رقم 1، يزداد النشاط الكيميائي للأقلاء بزيادة العدد الذري. هنقول له لزيادة أحجامها الذرية وبالتالي سهولة فقد إلكترون وغلاف تكافؤها الخارجي بسهولة. عندي بعد كده رقم 2، يستخدم النيتروجين السائل في حفظ قرنية العين. هنقول له الانخفاض درجة غليانه إلى سالب 196 درجة مئوية. طيب عندي بعد كده رقم ج، يقول لك أذكر الخواص العامة لفلزات الأقلاء، وبيقول لك هنا بيكتفى بثلاث خواص. طبعا الخواص العامة لفلزات الأقلاء إن هي بتبقى أحادية التكافؤ، يبقى هي فلزات أحادية التكافؤ تميل أثناء التفاعل الكيميائي إلى فقد الكترون وغلاف تكافؤها الخارجي، وتتحول الى ايونات موجبه يحمل كل منها شحنه موجبه واحده. عندك كمان عناصرها نشطه كيميائيا، ولذلك تحفظ في المعمل تحت سطح الكيروسين او زيت البرافين لمنع تفاعلها مع الهواء الراد. عندك كمان بيزيد نشاطها الكيميائي بزياده اعدادها الذريه لزياده احجامها الذريه، وبالتالي سهوله فقد الكترون تكافؤها بسهوله. كمان بتسمى بالاقلاء لانها تتفاعل مع الماء مكونه من حلول قلويه، وكمان معظمها منخفض الكثافة، تمام كده، وجيدة التوصيل للحرارة والكهرباء. طيب عندي بعد كده رقم 2، يجي يقول لك اختر الإجابة الصحيحة. عناصر الأقلاء إحدى مجموعتي الفئة نقط. عناصر الأقلاء دي تبع أنهي فئة إيه؟ عناصر الأقلاء دي اللي هي 1A دي تبع الفئة S ولا B ولا D ولا F؟ هنقول له الفئة S، والفئة S دي بتضم مجموعتين 1A و2A. طيب يبقى إذا 1A ضمن S. عندي بعد كده رقم 2، عنصر نقط من أشباه الفلزات، يستخدم في صناعة الشرائح الإلكترونية. أول ما يقول لك الشرائح الإلكترونية أو شرائح الكمبيوتر وأنت مغمض هيبقى السيليكون اللي هو SI. عندي بعد كده رقم 3، يقول لك إذا كان العنصر X يقع في الدورة الثانية ويتفاعل مع الماء مكونا مركب اسمه XOH، يكون عدد الذري كام؟ طب بالراحة كده، المسألة دي عايزين نحلها مستر، بتاعت التكافؤات دي مهمة وهتجيلك في الامتحانات، مهمة جدا 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 جدا. طيب تعالى كده نحلها ازاي. اول حاجة بيقول لك اذا كان العنصر اكس، يبقى هو سمالي يا مستر العنصر سمالي ايه؟ اكس. قال لي يقع في الدورة التانية، بترجم الدورة التانية دي لمستوى الطاقة، يبقى هنا دورة تانية، يبقى اذا انا عندي مستويين كي وال، ويتفاعل مع الماء مكون مركب اسمه XOH. انت عندك OH دي مجموعة الهيدروكسيد تكافؤها أحادي، يبقى اللي واقف جنب الإكس هنا بتاع الـ OH يبقى أحادي، والإكس اللي واقف جنب الـ OH بتاعها برضه يبقى أحادي، يبقى إذا هنا أحادية التكافؤ X، يبقى هنكتب في الآخر 1، يبقى أوتوماتيك الكي ياخد كام؟ 2. اجمع لي دول، 2 و1 كام؟ 3، يبقى أنت عندك الذري X عامل 3، في 3 أه، يبقى الإجابة رقم ب يا مستر. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك رقم ب، اكمل المعادلات الاتية. عندك هنا اللي هي 2K اللي هو البوتاسيوم زائد Br2 اللي هو البروم يديك ايه؟ بص كده سهلة جدا، تعالى اما نحلها كده مع بعض يلا. يبقى هنا هنقول له
2K زائد Br2 هيديك ايه؟ هنقول له 2KBr اللي هو بروميد البوتاسيوم، ده ملح لانه فلز مع عليه فلز. طيب عندك بعد كده نقط زائد 2KBr يديني 2KCl زائد نقط، سهل. يبقى انت عندك ده الكلور، يبقى Cl2 زائد 2KBr اللي هو بروميد البوتاسيوم، الكلور هيدخل يحل محل البروم، يبقى يديك 2KCl زائد البروم بقى هيخرج بره، يبقى Br2. طيب 2Na زائد 2H2O دي من المعادلات المهمة جدا، معادلة الصوديوم دي مع الماء دي مهمة جدا، يبقى هنقول له ايه؟ يبقى 2Na زائد 2H2O سهل، هيديك 2NaOH زائد H2 تصاعد اللي هو تصاعد غاز الهيدروجين. طيب عندي بعد كده رقم جيم يقول لك استخرج الكلمة المختلفة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات: الليثيوم، الصوديوم، الكربون، السيزيوم. طبعا انت عندك ليثيوم صوديوم وسيزيوم دول كده تبع مجموعة الأقلاء، أما الكربون ده لا فلز، يبقى إذا ده مش تبعهم، يبقى إذا هنقول له الكربون هي الكلمة الغريبة. رقم 2 الهيليوم، النيون، الكلور، الأرجون. يبقى انت عندك هيليوم، نيون، وأرجون دول مع بعض، دي من كلمة هناك ذر غازات خاملة، أما الكلمة الغريبة هتبقى الكلور، خلاص يبقى هنا هنقوله من الغازات الخاملة. طيب تعالى يلا نكمل. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك الشكل المقابل يوضح تفاعل العنصر سين الذي يقع في بداية الدورة الرابعة من الجدول الدوري الحديث مع الماء. طيب ما قاليش طبعا اسم العنصر ده، بيقول لك ما اسم كل من العنصر سين، يبقى العنصر ده سين ايه؟ طيب هو قال لي بيقع في بداية الدورة الرابعة، تعالى كده اما الاول نحسب العنصر سين ده يطلع من حضرته. بص كده هو بيقول لي ايه؟ عنصر اسمه عنصر سين، جميل اوي، اكتب العنصر سين. قال لي يقع في الدورة الرابعة، دورة رابعة يبقى ارسم قدامه اربع مستويات طاقة كي ال ام ان، جميل يا مستر. قال لي في بداية الدورة، طالما في بداية الدورة عندك بداية الدورة يبقى إذا هو واقع في المجموعة 1A، يبقى إذا هنا هنحط في الآخر 1، أوتوماتيك قبلها في 8 وهنا 2، يبقى هنا اجمع دول 2 و8 10 و8 18 و1 19، يبقى عددك الذري ياسين اسمه 19. طب خلاص كده تعرف بقى مين اللي عنده ذرة 19، يبقى البوتاسيوم كي 19 39 19 9 و30، يبقى هنا العنصر س ده اسمه ايه؟ هنقول له عنصر البوتاسيوم، يبقى العنصر عنده هيبقى اسمه البوتاسيوم. طيب عندك بعد كده رقم ب المحلول الناتج من التفاعل، طبعا ده هو قال لك اتحط مع الماء، يبقى هنا هتكتب معادلة البوتاسيوم مع الماء اللي هو 2K زائد 2H2O هيديك 2KOH اللي هو هيدروكسيد صوديوم، هيدروكسيد بوتاسيوم زائد H2 تصاعد. هنا بقى بيقول لك المحلول الناتج من التفاعل اهو، هتقول له محلول هيدروكسيد البوتاسيوم، محلول هيدروكسيد الايه؟ هيدروكسيد البوتاسيوم، تمام يا مستر. طيب عندك بعد كده رقم 2 يجي يقول لك ما سبب تواجد العنصر س فوق سطح الماء، ايه اللي مخلي العنصر س البوتاسيوم يعني يطفو فوق الماء؟ هتقول له لان كثافته اقل من كثافه الماء. طيب عندي بعد كده رقم 3 يجي يقول لك ماذا يحدث عند استبدال العنصر س بعنصر اخر عين يليه في نفس المجموعه. طب هو يليه في نفس المجموعه يعني في المجموعه، يبقى مين اللي بعد البوتاسيوم؟ انت لو خدت كده، لو خدت المجموعه بتاعت الاقلاء انت طبعا عناصرها حفظ، احنا قلنا لازم تحفظ، عندك بدايتها الليثيوم، عندك بعد كده صوديوم، عندك بعد كده بوتاسيوم، عندك بعد كده روبيديوم، عندك بعد كده سيزيوم، يبقى ليثيوم صوديوم بوتاسيوم روبيديوم سيزيوم دي عناصرها، يبقى مين اللي بعد البوتاسيوم؟ الروبيديوم، يبقى اللي هو الار بي ده الروبيديوم على طول اللي بعد البوتاسيوم. طيب يبقى اذا هنا ماذا الروبيديوم ده كثافته هو السيزيوم كثافتهم كبيره، يبقى اذا لو احنا استبدلنا س اللي هو البوتاسيوم بالروبيديوم اللي هو بيليه على طول في المجموعه، الروبيديوم ده هيغوص في الماء، هيغوص فين؟ في الماء. طيب صف ما يحدث للعنصر س اذا استبدل الماء بالكيروسين، قال لك في الحاله ديت هو بيغوص تحت سطح الكيروسين ولذلك بيحفظ في المعمل تحت سطح الايه؟ الكيروسين او زيت البرافين، تمام كده؟ يبقى نقول له يغوص تحت سطح الكيروسين. طيب عندي بعد كده يقول لك اكتب المصطلح العلمي، يقول لك ايه؟ عناصر فلزيه احاديه التكافؤ.
وتقع اقصى يسار الجدول الدوري. طالما فلزية واحدية التكافؤ واقصى يسار، يبقى دي على طول فلزيات الاقلام. رقم 2، احد منتجات البترول يحفظ تحت سطحه عنصر الصوديوم، طبعا لسه قايلينه، اللي هو الكيروسين. رقم 3، انشط فلزيات الاقلاء والجدول الدوري، انشط الاقلاء والجدول الدوري عموما ده عنصر اسمه السيزيوم اللي هو سي اس. طيب عندي بعد كده رقم جيم، يجي يقول لك ماذا يحدث عند وضع قطعة من الليثيوم في إناء به كيروسين؟ هنقول له يطفو الليثيوم على سطح الكيروسين لأن كثافته أقل من كثافة الكيروسين ويشتعل في الحال. طيب عندي بعد كده رقم 4، يجي يقول لك قارن بين الكلور والبروم من حيث الحالة الفيزيائية. الكلور ده في الحالة الغازية، أما البروم في الحالة السائلة. من حيث النشاط الكيميائي، الكلور هنقول له أنشط من البروم لأنه بيسبقه في مجموعة الهالوجينات، وانت نازل كده انت عندك الفلور ده انشطه، وبعدين الكلور، وبعدين البروم، يبقى البروم جاي بعد الكلور، يبقى اذا الكلور انشط من البروم. طيب وعندك البروم اقل نشاط من الكلور، البروم اقل نشاط منين؟ من البروم، لان وانا نازل في المجموعة بتاعت اللي بتبدأ بالافلاز النشاط بيقل، وانا نازل من فوق لتحت يبقى بيبدأ اكبر نشاط وبعدين اقل 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 كده وانا نازل. طيب عندي بعد كده رقم ب، يجي يقول لك الشكل المقابل يوضح إحدى مجموعات الجدول الدوري الحديث، ما الاسم الذي يطلق على هذه المجموعة؟ الاسم اللي احنا هنطلقه طبعا هو بيبقى مديك مفتاح، الرقم اللي مدولك ده هو مفتاح الحل. لازم الأول توزع الرقم ده، مديهولي هنا يا مستر 17. طب تعالى كده نوزع ال 17، انت عندك مديك هنا واي ب 17، يبقى هتروح جاي راسم نوايا ترسم في تحط فيها زائد 17 وتوزعها، يبقى كي ب2 ال ب8 ام ب7، يبقى كده 2 8 7. يبقى كده ما الاسم الذي يطلق على هذه المجموعه؟ دي المجموعه هنقول له 7a، المجموعه 7a اللي هي بتساوي 17 في التركيب الحديث، اللي هي نفسها الهالوجينات، لان هو بيقول لي ما الاسم اللي بيطلق على هذه المجموعه؟ نقول له مجموعه الهالوجينات. طيب ما الفئه التي تنتمي اليها هذه المجموعه؟ المجموعه دي تقع تبع الفئه بي، يبقى الفئه ايه؟ بي. لماذا لا توجد عناصر هذه المجموعه منفرده في الطبيعه؟ لان العناصر دي ما بتوجدش منفرده في الطبيعه اللي هي الهالوجينات، هتقول له لانها نشطه كيميائيه، لانها نشطه ايه؟ كيميائيه، وبالتالي توجد في صوره مركبات كيميائيه. طيب يبقى نقول لان عناصرها نشطه جدا كيميائيا، وبالتالي لا توجد في صوره منفرده بل توجد في صوره مركبات كيميائيه. طيب يجي بعد كده يجي يقول لك اذكر اهميه كل من رقم 1، الكوبالت 60 المشع، نقول له يستخدم في حفظ الاغذيه لأنه يصدر أشعة جاما التي تمنع تكاثر خلايا الجراثيم بالغذاء دون أن تؤثر على الإنسان عند تناول هذه الأغذية. عندي بعد كده رقم 2، الصوديوم في الحالة السائلة، هنقول له نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي إلى خارجه للحصول على الطاقة البخارية اللازمة لتوليد الكهرباء. طيب كده بنكون خلصنا مراجعة درس المجموعات الرئيسية في الجدول الدوري الحديث. استنونا إن شاء الله في مراجعة درس الماء. ما تنساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان لما ارفع مراجعة درس الماء يوصل لك بقى اشعار على طول. بس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.